يطلعنا على أهم المستجدات لديهم هناك. السلام عليكم أخي أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله وضياك أخي أبو علي. ما زال الحصار مستمرا على التلول، تقدم لأبطال جيش سر الحر، قصف همجي، حالة مأساوية شهدها الصامدين والنازحين في مدينة القنيطرة وريفها، ما حقيقة ما يجري هناك؟ نعم أخوي أبو حسين، تفضل. قوات الجيش الحر العاملة في محافظة القنيطرة تتابع أعمالها العسكرية ضد قوات النظام المتبقية في ريف القنيطرة، وذلك بعد تحرير أهم معاقل النظام والسيطرة عليه في الريف الغربي محافظة درعا وهو تل الجابية مقر اللواء 61 وتلين الأحمر الشرقي والغربي الواقعات في بلدة كودنة. وعلى أثره قوات الجيش الحر تعيد انتشارها ضمن المناطق المحررة حديثا وتعزز مواقعها حول المناطق التي تحررت مؤخرا. قوات الجيش الحر تسيطر على كافة السرايا التي كانت تحمي تل الجابية المحرر والذي كان يشرف على كافة مناطق درعا من الريف الغربي والريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، كما أن وحدات من أبطال الجيش الحر تتصدى لمحاولات تسلل لقوات النظام باتجاه تل الجابية المحرر وتكبد النظام خسائر فادحة في الأرواح والعدة والعتاد، كما أن أبطال الجيش الحر تستخدم المدافع التي اغتنمتها أثناء تحرير تل الجابية بصد الهجوم الشرس على التل. اشتباكات عنيفة جرت في الأيام الماضية بين قوات النظام والجيش الحر في محيط تل الجابية والسكرية. بالنسبة للقطاع الأوسط من محافظة القنيطرة، أغلب الأحيان تحدث اشتباكات عنيفة في القطاع الأوسط بين الجيش الحر وقوات النظام، ومجاهدين يكبدونهم خسائر فادحة ويعودونهم إلى جحورهم ولله الحمد. هذا منذ الصباح استنفار لعصابات الأسد بالباصات وعربات الدهم والتكاسي وتشغيل الدبابات المتواجدة على الحاجز الغربي. الجيش الأسد يقوم بتعزيز التل الأحمر جنوب مدينة الحارة، حيث قام كلاب الأسد بوضع مدفعين بوزديكا وعربة شيلكا من الجهة الغربية للتل الأحمر، كما قام بوضع حاجز شمال شرق المدينة وحاجز شرق الحارة بالقرب من المزارع التي تطل على طريق زمرين وحاجز بحارة الصفدية على الطريق المؤدي إلى منطقة المشروع غرب مدينة الحارة. رافق رصد لخروج باص أبيض مليء بالشبيحة من الحاجز الغربي بالتجربة الشمالية. حالة ارتباك لدى قوات النظام في محافظة القنيطرة بعد عدة عمليات نفذتها قوات الجيش الحر في المنطقة تكللت بالنجاح ونزع مناطق استراتيجية هامة في المنطقة من النظام بعد أن كان يسيطر عليها ويعتبرها أهم للمراكز العسكرية، حيث تقوم قوات النظام بالرد على عمليات الجيش الحر بقصف المدن والقرى المحررة بقذائف المدفعية وصواريخ الراجمات وقذائف الهاون والطيران الحربي، كما شهد اليوم وفي الأمس قرى وبلدات الريف الجنوبي والقطاع الأوسط لمحافظة القنيطرة لقذف المدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون. فقد تعرضت بلدة بريقة وبير عجم لقصف عنيف المدافع الثقيلة مخلفا وراءها دمارا هائلا بممتلكات المدنيين. أيضا قرية الواحينة تعرضت لذات القصف، قصف جنوني وهستيري تعرضت له قرية الواحينة، يتزامن ذلك مع استهداف الطريق العام الواصل بين الواحينة وبير عجم بمدافع 14.5، مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين من قرب من إحدى مراكز اليو إن. التلال الحمر الشرقي الواقعات في بلدة كودنا والمحررات مؤخرا تتعرض لحملة شرسة من قبل قوات النظام، حيث أن جنة جنونه ووجه مدافعها الثقيلة ورجمات الصواريخ. رجمات الصواريخ تقصف بشكل يومي بلدة كودنا والطرقات والقرى التابعات لها كعين الزوان وبقبيس وطريق سد كودنا. بالنسبة للريف الجنوبي تتعرض قرية المعلقة وسويس لذات القصف اليومي والمعتاد. عصابات الأسد تكثف من نيرانها تجاه أهل المدنيين. قصف عنيف ومركز يستهدف منازلهم مما خلف دمارا هائلا وسقوط لبعض الجرحى. قرية الهجة أيضا تتعرض بشكل يومي لموجة من القصف العنيف بكافة الأسلحة الثقيلة والخفيفة. يتزامن ذلك مع معارك صد ورد محاولات فاشلة وبائسة تقوم بها عصابات الأسد لاقتحام القرية. كما أن الجبهة الجنوبية المتمثلة بقرية الهجة وسويسة وللتصدى يوميا لمحاولات اقتحام عديدة ولتشهد هذه المنطقة مواجهات عنيفة مع قوات الأسد في ظل تقصير بإمداد هذه الجبهة من الجيش الحر بالعتاد والعدة والذخيرة والتغطية. ونحن بدورنا نطالب وندعو الكتائب المقاتلة على مؤازرة هذه الجبهة، ونخص بالذكر كافة الكتائب المتواجدة في حرش بريقة وبير عجم التي تعودنا من خلال أعمالهم العسكرية من صد الاقتحامات منذ أكثر من عام ونصف وتكبيد للنظام خسائر لا تعد ولا تحصى،
نطالب منهم ارسال تعزيزات فوريه وعاجله لاخوانهم المتواجدين في بلده بريق في بلده الهجه وسويسا. بالنسبه للوضع الانساني يا اخوي ابو حسين، وضع انساني في عموم المحافظه وضع جدا مزري، حركه نزوع جماعيه لاغلب مناطق القطاع الاوسط والجنوبي وخاصه بعد التحذير، حيث ان كل الخدمات تنقطع فورا بعد تحرير المنطقه ويقطع عنها الماء والكهرباء، انقطاع تام للتيار الكهربائي. هذا وقد اصبح حال المناطق دون ان تعطي الجمعيات والمنظمات الانسانيه احتياجات الناس امكانيات جدا ضعيفه من قبل المجالس المحليه، وخاصه تلبيه الماء والغذاء والامور الصحيه. انتشار الاوبئه والامراض نتيجه تلوث المياه. نطالب الجهات المهتمه والمسؤوله والمختصه ان تغيث اهلنا في محافظه القنيطره، ونخص بالذكر مجلس المحافظه الذي يدعي تمثيل هذه المحافظه. نعم حسين، هذه اخر التطورات في محافظه القنيطره وريفها واخر انتصارات ابطالنا في الجيش الحر. نعم بارك الله بك اخي ابو علي الجولاني.